بعيدا عن الطب، قريبا من التكنولوجيا الحديثة، شبكة العنكبوتية غدت تجارة رابحة ليس لكبريات الشركات فحسب، بل أيضا لمن يحسن التعامل معها وإن كان شابا خبير تطوير البرمجيات. تحقق الأمر بالنسبة لليافع زكريا ابن مدينة قلعة السراغنة. في غرفته المنزوية تمكن الفتى من تطوير لعب فيديو حقق نسب مشاهدة قياسية ليرفع له موقع يوتيوب القبعة. زكريا سلك درب النجاح ووجده مليئا بالأشواك، والأشواك هنا قراصنة والنت الذين يحاولون تكسير طموحه الكبير. القصة كاملة في روبورتاج حسن الحمادي، أمين خباب. بحي العوين القديم وفوق السطوح، رافقنا عبد الفتاح موفق أب زكريا الملقب بسكوزا إلى الغرفة التي ظل يعيش بداخلها منذ سنتين. من هذه المنصة انطلق الفيديو الشهير. شوف كلاب، هذا 600 ريال اخويا، صوره عادي وخا انسان. انتشر هذا التسجيل كالنار في الهشيم عبر الشبكه العنكبوتيه. لم يدر بخلد زكريا موفق ان يتحول الى شخصيه تتداوله الالسن بعد اخفاقه في المسار الدراسي. سكوزا ساكن هنا عند جده في هذا السطح هنا الفوق، وهنا فين خدام، وهذا هو المكان ديالو. هذا البيت راه مصبوغش وكذا، والماتيريال تاع هو تشوف فيه كي داير. ملي كان كيلعب في ذاك اللي جوه بحال كيقتل شي واحد وكيقول لي ديك زعما ديك سمح ليا ومشى ديك سكوزا. كان جا داك ستريس بالله، كانوا ضربوا لي الفيديو الاول وضربوا لي الثاني وقالوا لي في يوتيوب لا جاوك انذارات اخرين غير يحيدوا لك لاشين. بعد هذا الاعتداء خاض سكوزا معركه داريه عبر الفضاء الازرق. التقيناه امس باحد فنادق الدار البيضاء رفقه صديقه وليد، والمناسبه لقاء تعقده شبكه يوتيوب مع عدد من الشباب. اي لعبه خرجت كنلعبها انا، كنلعبها بالستيل ديالي، والناس يدخل ماشي تدخل على قبل اللعبه، تدخل على قبل انايا، حيت انايا شخصيه، حيت شخصيه تعجب بنادم، ماشي تدخل بنادم مع يوميا جوج فيديوهات راه شي حاجه راك عارف. المهم هادو واحد مجموعه سريه ما كيحملوناش انا سكوزا، علاش؟ حيت اننا عندنا كنديروا دي فيديو كيديروا البوز بزاف، لدرجه انهم بقاو حاقدين علينا وكينشروا شي حوايج يعني حنا ما كنديروهمش. تحول سكوزا إلى شخص منعزل وهادئ يؤمن بعالم يتغير بفعل التكنولوجيا. $5 شي فرحونا صاحبي، شحال كاع الناس اللي شعبوا لي 10 درهم باش نكمل فيديو نابلودي. داك السيد واعر، ديك الهيترز، السيد واعر، مالكم كارهينو، مالكم. هنا بحي العوينة لقي سكوزا تأييدا منقطع النظير، حي يتطلع شبابه إلى حياة أفضل رغم بساطة ساكنته. كاين في القلعه تبارك الله شباب بزاف اذكياء في دماغهم اللي يوصلوا بعيد، ومنو تبارك الله سكوزا حتى هو راه غادي انسان طموح وغادي تبارك الله وغادي اليوم على يوم رغم ضعف الامكانيات وديك البساطه ديالو وديك الطيبوبه ديالو انه حشوم ما خرجش للوجود. هنا بزنقه احمد الملاخ تقطن اسرته في هذا البيت المتواضع الذي تحول الى قبله للصحفيين وللمتعاطفين مع زكريا موفق. وحبس عليه المسائل الماديه والمعنويه باش يوصل راسه، وبقى تيجتهد وضارب حتى وصل راسه بالمجهودات ديالو. المبتغى ديال الرئيس هو اللي كان هو نتصالح مع الوالدين ديالي، وهاني نتصالحت معاهم وكسبت شحال الجمهور اللي تيبغيني، ونغير شحال من حاجه في الشانيل اللي غتكون غترضي كل شيء. موجه التعاطف مع سكوزا تتقاطر الى حدود هذه الساعه. صفحه جديده تطوى في حياه هذا الشاب الذي لا يتجاوز سنه 19 سنه. حي العوينة يشكل نوستالجيا وانطلاق نحو حياة أفضل.